وسائل كريم فاضل يسأل يقول: هل الإشهاد شرط في النكاح؟ نقول: اشترط جماهير أهل العلم لصحة النكاح شهادة عدلين من المسلمين، والدليل ما روى البيهقي من حديث عمران وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، صح العلامة الألباني: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هنا لا نافية للجنس، ونكاح اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهذا معناه أنه أن هذا معناه أنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين أو كان الزوج وحده مسلما والزوجة كتابية. ونص على ذلك الإمام أحمد، وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كذا قال ابن قدامة في المغني. وقال السرخسي في المبسوط: النكاح، والسرخسي من علماء الحنفية: النكاح عقد عظيم خطره كبير، ومقاصده شريفة، ولهذا أظهر الشرع خطره باشتراط الشاهدين فيه من بين سائر المعاوضات. وطيب، بالنسبة للشاهدين، لابد أن يكون رجلين أم يجوز رجل وامرأة، ويجوز رجل وامرأتان؟ جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة اشترطوا الذكور، فلا يصح عندهم شهادة النساء، وخالف في ذلك الحنفية رحمة الله على الجميع، فأجازوا شهادة رجل وامرأتين، وعلى هذا قال الزهري رحمه الله: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، راه أبو عبيد في كتاب الأموال له، وهذا اختارته اللجنة الدائمة، فقالوا: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود وعبد الله بن غديان رحمة الله على الجميع. وبالنسبة لمذهب الحنفية، صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين، هذا ذكره كمر معنا، قاله صاحب بدائع الصنائع ومن كتب الحنفية. ثم ذهب المالكية بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح ولا الشهادة، لأنه يعتبر عند الحديث يعني أن فيه ضعف، فمتى تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء شهد عليه أو لم يشهد عليه. واختار هذا القول شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام، واختاره الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، وبالنسبة لاختيارات الشيخ ابن الإسلام في مجموع فتوى وفي الاختيارات رحمة الله على الجميع. ليه؟ لأنه هم حكموا على الحديث اللي ذكرناه آنفا بأنه إيش؟ بأنه ضعيف، لكن للجنة الدائمة والشيخ بن باز رحمة الله على الجميع اختاروا لابد أنه من شاهدي عدل رجلين من المسلمين، والحديث حسنوه، وكذلك الشيخ الألباني حسن الحديث، وبذلك وافقوا الجمهور والحديث يتحسن إن شاء الله، وهو صحيح. نرجع بعد ذلك لما نحن عليه، وقد ذكرناه في ذلك أيها الكرام الفضلاء، وعليه نقول: الإنسان إذا أراد أن يتزوج فهناك شروط للزواج: الزوج والزوجة الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول والرضا والولي والشاهدين.
والإعلان. والإعلان ذهب الشيخ بن عثمين والشيخ بن باز إلى أن الإعلان واجب، أعلنوا هذا النكاح، إلى أن الإعلان وهذا الإشهار أنه واجب. وقاله الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وقال إشهار النكاح واجب حتى يتميز، حتى لا يكون زنا إشهاره وإعلانه بصنع وليمة بدعوة الجماعة من الأقارب يحضرون الزواج ولو في البيت، ولو ما راح لمحلات الأعراس. يعني لو أنا أخذت سويت الوليمة ولو في البيت ودعوت لها مثلا بعض أصحابك أو بعض معارفك وجيرانك، ما في حرج، ولو ما راح إلى محلات الأعراس يكفي في بيته، ولا ينبغي التكلف، ولا ينبغي التكلف. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة في فتاوى، وفي فتاوى نور على 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 الدرب، وفي فتاوى نور على على الدرب. وبه قال أيضا الشيخ بن عثيمين في فتاوى نور على الدرب أنه يشهر ويعلن ليتميز عن السفاح، ليتميز النكاح عن السفاح، ولو بوليمة على ما تيسر، ويدعى لها من يدعى من الناس، وليس شرطا أن تكون في قصر أفراح أو في شيء من مثل هذه القاعات. أيها الكرام الفضلاء، هذا بالنسبة لما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وأعان الله تبارك وتعالى على ذكري في هذه المسألة، ونسأل الله أن يزوج المسلمين جميعا وأن يحصن فروجنا جميعا. أيها الكرام الفضلاء، اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني بيرها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اجعل بلادنا أمنا وأمان، سخرها وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمرنا لكل خير، وجميع ولاة أمور المسلمين. تم تحرير صوتين في ليلة الجمعة الزهراء الاثنين خلونا من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.